نعم، فإذا ننتقل إلى الحديث التالي. الربيع بن حراش قال حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال: أأرب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. نعم، في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي ماذا تستفيد؟ ماذا تستفيد؟ واحد، واحد أنه يجب عليك يا طالب العلم أن تعلم الناس، فهذا صحابي لكنه احتاج إلى العلم فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، عدم تأخير النصح إذا كان الرجل يتقدم. عدم تأخير النصح هذا ماذا يسمى في علم الأصول؟ نعم، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. تعبر عبارات أصولية وفقهية إنك طالب علم. ثلاث، أنه ينبغي لك أن تتقبل النصح، وبالتالي يظهر خلق الصحابي في هذا الحديث بماذا؟ بأمرين. ما هما؟ واحد، نعم، سرعة الاستجابة فطبق مباشرة ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين التواضع. فبعض الناس إذا نصحته يوجد لك أعذارا، ما أنا هيك قصدت، لا أنا كنت هيك بدي أساوي، لا أنا هيك. يا أخي خلص، تقبل النصيحة وانتهى الأمر. أنا لا أسأل عن مبررات الخطأ الذي عندك، فيوجد لك أعذار، أنا ظنيت هيك، أنا فكرت هيك، انسالنا هاي العبارات، أنا ظنيت وأنا فكرت وأنا. لما؟ حتى تكون متواضعا لقبول النصيحة، وهذا هو الحال. نعم، عند هذا الصحابي.